السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معانا في اللايف؟ استنى شوية لما الكل يجمع ولا نبدأ ولا نعمل ايه؟ الصورة تمام يا جماعة؟ الصورة تمام؟ احنا طبعا في انتظار تعليقاتكم. احنا النهاردة بفضل الله الشحنة الرابعة على التوالي من شغل النيو فلام الاصلي، شغل النيو فلام الاصلي، وبقول الاصلي الاصلي الاصلي، نيو فلام الجرانيت الكوري وارد السعودية، الخامة اللي ما تتعوضش باي منتج تاني في الحلال الجرانيت. تمام، وصلنا منه كذا تكوين بفضل الله، حبيت ان انا اصوركم على الطبيعة ونقول لكم المواصفات بتاعة الطقم. وفي دايما بيسألني جرانيت السفلون احلى ولا الجرانيت النيو فلام، فاحنا برضو هنشرح في اللايف ده مميزاته ايه وده مميزاته ايه. احنا مش بنعمل لايف عشان نقول السعر كذا والسعر كذا، لا، احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نفهم العميل المنتج مواصفاته ايه وخامته ايه والصح ايه والجيب ايه والكلام اللي احنا عارفينه ده. ومن جهة الاسعار اسألي قبل ما تجيلنا، ان لقيت السعر اقل بره بجنيه انت حق بيه. اسعارنا تحدي تحدي تحدي، اقل اسعار، منتجاتنا كلها جملة بفضل الله. التكوين اللي احنا شايفينه ده مثلا عبارة عن اربعة حلة اهما، كل حلة معاها الغطا فبيحسب كده 8 قطع. تمام، معانا المقلاية يبقى كده 9 قطع، معانا الكسرولة دي بتبقى بدون غطا فيعتبر كده 10 قطع. تمام، معانا كمان 2 ماسك سيليكون للحلة عشان الحلة وهي سخنة تمسكي بيهم. طب الطقم ده مميزاته كمان ايه؟ مميزاته كمان حاجة كده رهيبة بجد، مميزاته كمان ان متضاف معانا طبقة حماية، العلامة بتاعتها والاسم معروفة، وبرضو طبقة حماية من الخدوش لطبقة الجرانيت، يعني طبقة الجرانيت عليها طبقة حماية كمان اضافية عشان الخدوش. الطقم اللي احنا هنستعرضه ده وهطلعه لكم من الكرتونة، مقاساته بتبدأ من 20 سنتي، 22 سنتي، 24 سنتي، 26 سنتي، يعني طقم في الجون زي ما بيقولوا، لان المقاسات بتاعته حلوة جدا. عندنا الصغيرة والكبيرة والوسط، يعني عندي جميع المقاسات. ومعانا الكسرولة مقاس 18 سنتي، معانا المقلاية 26 سنتي، يعني يعتبر احنا كده ماشيين تمام وزي الفل، زائد قطعتين السيليكون. دي شكل الكرتونة بتاعت كل قطعة جوه في الطقم، شكل الكرتونة بتاعتها. تمام، نيو فلام هنا ان هو خالي من الرصاص، يعني صحي. اصلا كلمة نيو فلام مش محتاجة ان انا اسأل تقيل ولا خفيف ولا خالي من الرصاص ولا مش خالي من الرصاص، هو اصلا ماركة معروفة ومش محتاجة كلمة اصلا، لان ما بيبقاش ناقصه حاجة اسمها ما اتعملتش، لانه هو طقم كامل مكمل في كل حاجة بيستعمله المواد الصحية في التصنيع، يعني تصنيع الخامة ذات نفسها
يوم ما بيفكروا صح انه بيصنعوا مكونات الخامة بتاعته صحية جدا. هنا الشعل بتاعته بتحط على الشعلة العالية والشعلة المسطحة والشعلة الكهربائية، آمن وصحي جدا. هنا الباركود بتاعه كمان برضه اهون، باركود المنتج وسيريال نمبر، يعني كل حاجة عندنا على مية بيضة يا جماعة. شغل صح من الآخر، تمام. المنتج ده نضيف جدا، أنا شخصيا جربته في الرز لقيت الحلة حلوة جدا، جربناه في المحشي حلو جدا، يعني شغال خضار محشي لحوم كل حاجة. ده لون، ده لون اهون طلعته لكم، ده لون اللي هو بنسميه اللون الزيتوني، وفي بيسميه اللون الورم، في بيسميه اللون الكموني، فكل واحد حسب تسميته للون اللي هو شايفه قصاده، تمام. اولا هنا هنلاقي كلمة نيوفلام على غطاء الحلة، كلمة نيوفلام على غطاء الحلة، دي الايد بتاعة الحلة اهي، هنلاقي فيها فتحة هنا لخروج البخار، تمام، عشان وانت مغطية كده ما يستدعيش ان احنا نوارب الحلة بالمنظر ده عشان البخار يطلع او عشان الغطا ما يتلقلقش. لا، دي ميزة حلوة جدا الفتحة دي، ان احنا بنغطي الحلة البخار بيطلع مننا فالغطا بيكون محكم على الحلة. طب ميزة الحلة دي كمان ان الايد منها فيها، يعني انا الوقت شلت الغطا، تمام، انا شلت الغطا اهون، الايد منه فيه، يعني ان انا اقدر ادخل الحلة دي جوه الفرن بامان جدا، يعني ممكن احط فيه احطها جوه الفرن بامان. في ناس مثلا بتحب تعمل الكيكة الاسفنجية اللي هي العالية، فبقوموا يعملوا في دي فبيدي العلو اللي انت عايزاه وبيدخلها الفرن وبتبقى زي الفل. الحلة دي انا دايما بسميها حلة مضلعة، الحلة المضلعة، وبتبقى اغلى من الحلة اللي اخدها دوران عدل. الحلة المضلعة لو احنا خدنا بالنا فيها تضليع خفيفة، هي باينة يمكن في شكل هنا، تحس ان فيها تضليعة بسيطة هنا اهي. التضليعة دي حلوة جدا كشكل، وفي نفس الوقت بتدي تخانة، بيدي تخانة للحلة، تبقى حلة بصراحة تحفة. طب نشوف الختم برضو بتاعها، هو على ما اعتقد بس الكاميرا ظهرت اهي. الختم بتاعها نيوفلام، نيوفلام ميد ان كوريا، تمام، ميد ان كوريا، وهنا صفار من تحت اهي، تمام. نيوفلام على فكره ما بيتكتبش تحت الحله اي مقاس، ما بيتكتبش مقاسات، المقاس بنعرفه احنا من على الكرتونه، مقاس انت بتعرفه من على الكرتونه بيبقى مكتوب هنا اهون، يعني المقاس هنا مكتوب مثلا مقاس 26، وبتبقى كم، يعني المقاسات بتبقى على الكرتونة، تمام. طيب ده طقم احنا شرحناه على الكرتونة اللي هو 4 حلة ب4 غطا بكسرولة بمقلاية. طب نشوفه برضو كده عمليا، الطقم قدامنا، ده الطقم اللي احنا شرحناه جوه الكرتونة، ده الطقم اللي احنا شرحناه جوه الكرتونة. شوف بقى المقلاية كده على الطبيعة، طبقة الحماية باينة جدا على فكرة اهي، ده اللون الروز انا طلعته من الكرتونة عشان تشوفوا برضو اللون الروز. شوف الختم بتاعه برضو، بسم الله، هنا مكتوب اهو نيوفلام ميد ان كوريا، وعندك تحت هنا بالنسبة اللي بنكتب الارقام بيبقى مكتوب زيرو مش رقم المقاس، تمام. دي شكل الحلة، دي شكل سوري المقلاية. برضو هنا القاعدة بتاعة المقلاية او الحلة هنلاقيها هنا مضلعة او خشنة اهي، اخدة كده تخشين واخدة تطلعات فيها عشان ما تجريش معانا على البوتاجاز، يعني حاجة مخدومة من مخدومة بصح. هنا ايد بتاعتها مكتوبة هنا نيوفلام، ده بالنسبة للون الروز. نشوف برضو الكسرولة بتاعته، احنا قلنا الكسرولة 18 سنتي، كسرولة اهي حاجة كده وهم زي ما بيقولوا، حاجة جميلة
مفيش غنى عن الكسرولة طبعا. الايد بتاعت الكسرولة نفس الايد بتاعت الطاسة او المقلاية في شكل الكسرولة، شايفين جمالها. دي القطعتين السيليكون، حتى قطعتين السيليكون مش اي كلام، لا ده حتى قطعتين السيليكون برضو نيو فلام، يعني مش جايبين اي حاجة وحطينها، لا حتى قطع السيليكون برضو نيو فلام وبتتحط في غسالة الاطباق. تمام، هنا الحلة، شوف كده حلة، ده اللون الروز، ده اللون الروز اهو. الاس على الغطا، الشكل من جوه بيبقى اخد اللون الرمادي. تمام، من جوه اخد اللون الرمادي اهو. بسم الله ما شاء الله. قلنا ده يعتبر اللي انا حطاه على الرف ده، ده مكونات طقم، بالاضافة للمقلاية، بالاضافة للمقلاية دي كمان كده، يبقى كده طقم، ده طقم هنا اهو. تمام، عندنا نفس تكوين الطقم ده بالظبط، بس من غير المقلاية دي، من غير الكسرولة دي. تمام، يعني نفس التكوين ده موجود بس من غير الكسرولة دي، يعني بيبقى عبارة عن أربعة حلة ومقلاية، أربعة حلة وكل حلة لها غطا بيحسبهم 8 قطع. تمام، والمقلاية اللي معانا دي، وكمان معانا اتنين ماسك، ده كده يعتبر طقم تاني، تكوين تاني من اللطقم يعني، وموجود منه اللون الروز واللون الورم او اللون الكموني، ده اللون الكموني اهون، ده اللون الكموني. يبقى احنا كده عندنا تكوينين، تكوين باربعة حلة ومقلاية واتنين ماسك وكسرولة، وعندنا تكوين تاني اربعة حلة واربعة حلة ومقلاية واتنين ماسك. تمام، يبقى اللي هو اربعة حلة ومقلاية واتنين ماسك، وفي اربعة حلة ومقلاية وكسرولة واتنين ماسك، فانت بتختاري اللي ايه اللي يعجبك. طب في برضو الاسئلة، ده التكوين التاني كرتونته اهو يا جماعة، اللي هو الاربعة حلة والمقلاية، وعلى فكرة نفس المقاسات، يعني نفس المقاسات بالظبط، الفرق ما بينهم بس ان ده في كسرولة وده من غير كسرولة. طب المقاسات بتاعته ايه؟ 20 22 24 26، والمقلاية 26، يعني نفس التكوين الطقم التاني، الاختلاف قلنا فقط ان في طقم بكسرولة وطقم من غير كسرولة. تمام، طب السؤال المتداول دايما بنسأل فيه، الفرق ايه ما بين الطقم، او بمعنى اصح ما بين الحلة النيو فلام والحلة الجرانيت السفلون. بعد اذنك يا خالد هتعبك، انا عايزه حله عشان نصور لهم كل حاجه على الطبيعه، عايزه حله سفلون مدوره او مربع عادي، المهم حله جرانيت سفلون بعد اذنك، عشان نعمل ايه وجه مقارنه ما بين الطقمين. على فكره الطقم الجرانيت او ما احنا صح الجرانيت السفلون والجرانيت النيو فلام الاثنين ممتازين من الاخر، يعني الاثنين ممتازين، الاثنين خامتهم عاليه جدا، بس في فرق في طريقة الاستعمال اللي بتفضليها بس مش اكتر. وانا هقولك هنا الفرق برضو ايه، نوسع كده مكان، ابتدي كده عشان برضو اقولك الفرق. بسم الله، هاتلي كده حلة، تمام، دي مثلا حلة جرانيت مربعة سفلون، حلة جرانيت مربعة سفلون، على فكرة برضو الحلة تقيلة جدا، حلة تقيلة جدا. تمام، طيب ايه الفرق ما بينهم؟ انا ما اعتقد كده ان انا بعدت بالصورة، هو المفروض انتوا تكوني عرفتي الفرق ما بينهم، يعني هما في الاستعمال، في الاستعمال الاتنين ممتازين، في من ده على فكرة مدور وفي مربع. تمام، الاستعمال ممتازين، بس في كده حاجة بسيطة ناس بتفضلها وفي ناس ما بتفضلهاش. اولا لو انا جبت كده حلة من التانية جنبها عشان نعمل مقارنة ما بين
السفلون وما بين النيو فلام. احنا قلنا السفلون والنيو فلام الاثنين فوق الروعه. طيب الفرق انت اللي هتختاريه بنفسك في الاستعمال حسب رغبتك. اولا هنا الغطا ستانلس، هنا الغطا ستانلس، هنا الغطا جرانيت، يعني ده الغطا جرانيت، هنا الغطا ستيل. في واحده تقول لي لا انا مش قادره لا اغسل ستيل ولا حك ولا اعمل في الغسيل، فبتفضل الغطا الجرانيت. في ناس عندها النقطه دي مش اساسيه، عادي بالنسبه لها خالص، فبتاخد طبعا حسب رياحتها. طب في فرق كمان؟ ايوه في فرق كمان. هنا الايد، هنا الايد ماهيش منها فيها، هنا الايد زي عاج بس في فاصل ستيل، يعني مش هتبوظ معاك او مش هتحرق معاكي، بس عشان الايد هنا عاج ما يخشش الفرن. هنا الحله الايد منها فيها، فبالتالي بتخش الفرن. تمام. فانت بقى حسب استعمالك للمنتج هتقدري تختاري اللي يناسبك. زائد ان دي تركي ودي كوري، زائد ان دي كوري دي تركي، يعني فهماني. انت بقى بتختاري اللي يناسبك، لكن من جهة الجودة بتاعة الحلة الاتنين جودتهم عالية جدا. في نقطة كمان، هنا الزرار بتاع الغطاء بتاع الحلة مفيش فيه الفتحة اللي بتخرج البخار، هنا النيو فلام فيه الفتحة اللي بتخرج البخار. ده شكل الحلة، وريها لكم برضو السفلون كده برضو من تحت. اهي دي شكل حلة السفلون من تحت اهي، ده الختم بتاعنا بتاع السفلون اهو. تمام، سفلون اصلي، الشغل عندنا كله اصلي 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 من الاخر، مش هحتاج ان انا اتكلم في الموضوع ده يعني تاني من الاخر. كتالوج كده بعد اذنك، ده الكتالوج بتاع السفلون بتاعها اهو، بيجي مع القطعة بتاعته عامة. تمام، وده بتاع النيو فلام بيجي برضو معاه. المهم انا كده بقدر الامكان الغطا بعد اذنك قدرت ان انا اوضح الفرق ما بين الجرانيت السفلون والجرانيت النيو فلام، عشان بس الاسئلة كتير جدا في النقطة دي، ايه الفرق ما بين النيو فلام وما بين السفلون، نو احسن النيو فلام ولا السفلون. فانا لا اقدر اظلم النيو فلام ولا اقدر اظلم السفلون، لان هما الاثنين يستحقهم التقدير والاحترام مننا، لانها خامات كلها معمولة خامات صحية خالية من الرصاص، خامات نظيفة جدا جدا. فانت عليكي بقى تختاري حسب طريقة استعمالك وحبك للمنتج. بتفضلي الغطاء الستيل، بتفضلي الايد ما تكونش منها فيها بيبقى السفلون على طول، بتفضلي الغطاء الجرانيت الايد منه فيه يبقى نيو فلام على طول. وقلنا احنا عندنا تكوينات من السفلون، السفلون عندنا منه فرداني، السفلون عندنا منه فرداني وعندنا منه لطقم، عندنا الجرانيت النيو فلام موجود منه فرداني وموجود منه قطقم، ومش حلل بس، احنا عندنا الحلل، الصواني، القارب اللي هي الصينية المستطيلة، عندنا المقالي، عندنا كل فرضانيات السفلون، عندنا كل فرضانيات بفضل الله النيو فلام. يعني مش مقدرة انك تجيبي لك طقم وعايزة لك حلة، ما تحرميش نفسك من حاجة وتعالي خدي لك حلة، مش لازم تاخدي طقم. عايزة طقم موجود قطقم، عندنا الطقم اربع حلل ومقلاية، عندنا قطقم اربع حلل ومقلاية وكسرولة، عندنا الطقم اللي هو الكبير، عندنا اللي هو 14 قطعة اللي عبارة عن 4 حلة، سوري 14 قطعة عبارة عن 5 حلة ومقلاية ووك وكسرولة وصينية مدورة وصينية مستطيلة، ده طقم كامل مكمل. عندنا 20 قطعة اللي عبارة عن 5 حلة وجريل ومقلاية وصينية، يعني من الآخر، وستة قطع توزيع. عندنا 20 قطعة باختلاف الموديل اللي هو 4 حلة وقطع توزيع ومقلاية وجريل، يعني عندنا كل التكوينات. فانتوا تنورونا هنا في معرض كريم، تختاري التكوين اللي يعجبك. عندنا اسعار كتير جدا لان كل تكوين بسعر،
واسألي قبل ما تيجي عشان تبقي مطمنة، وقارني ان لقيتي في اي مكان اقل مننا بجنيه انت حق. تمام، فضل الله اللي يجرب عندنا الشغل بتاعنا هيكمل شواره من عندنا. طب احنا عنواننا فين؟ احنا عنواننا في دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية، بجوار قصر فرج وكرات للأساس. وكمان عندنا توصيل لدمياط والمنصورة والمحلة وطنطا والمنزلة والزقازيق والشرقية، العاشر من رمضان، القاهرة، الجيزة، حلوان، تجمع، اسكندرية، دمنهور، البحيرة، كفر الشيخ. ابعتي لنا عنوانك على رقم الواتساب 010-1984-2696. يبقى هتبعتي لنا عنوانك او طلباتك على رقم الواتساب 010-1984-2696، وهتلاقي طلبك جالك لحد عندك، وهتدفع للمندوب ساعة الاستلام وشوفي حاجتك وتطمني عليها ان ده طلبك قبل ما تستلميه. عايزة تيجي تنورينا في المعرض نشيلك على راسنا من فوق، اهلا بيكي. عنواننا دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية، بجوار قصر الفرج وكرات للأساس. احنا قلنا عندنا النيو فلام الكوري الاصلي وارد السعودية، عندنا منه بأعداد كتير وكميات، وأسعارنا جملة الجملة والتحدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.